عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بجلابيه بيتي سهله قوي قوي بسيطه. هي دي الجلابيه اللي هنعملها مع بعض النهارده بطريقه سهله ومن الصفر. اهم حاجه لو مره تشوفيني ومره تعرفيني لايك جميل تعليق مشترك في القناه. يلا بينا نعمل الجلابيه بطريقه سهله قوي قوي وبركاته. ورجعنا تاني يا جماعه مع بعض وهنبدا نعمل الجلابيه بطريقه سهله قوي قوي بسيطه من غير اي حاجه. اهم حاجه بس اللايك الجميل تعليق مشترك في القناه ويكون معاكي ورقه كلفه زي كده. طبعا الكلفة دي زي ما اتفقنا قبل كده ان هي بتشتريها من اي حد بيبيع ادوات الخياطة بمتر، تمام؟ على حسب بقى المتر انت هتشتريه بكام. طبعا بتبقى رفيعة وفي منها بيبقى عريض، فانت هتجيبي النهارده معانا العريض لان احنا هنشتغل النهارده بالعريض، تمام؟ نركن دي بس دلوقتي على جنب لان مش هنستخدمها دلوقتي خالص. الجلابية الموجودة معانا بقى عبارة عن ناس كتيرة هتشوفها هتقول عليها ان هي صعبة وفي نفس الوقت سهلة، تمام؟ فهتقول صعبة ليه؟ لان هي نازله موجود فيها رسومات وموجود فيها زي نص كب موجود ايه من عند حرده الرقبه. طب هتقولي سهله ليه؟ لان هي موجوده اصلا عباره عن قماشه كبيره جدا وفتحوا لها حرده رقبه وبعدين ايه خلصوها. طيب يبقى ازاي سهله وازاي صعبه يا مريم؟ هقولك حالا. هنيجي كده من عند حرده الرقبه. البنطلون الاساسي يا جماعه موجود تحت في صندوق الوصف، موجود في فيديوهات تحت بكل المقاسات وبكل الاشكال بتاعته كلها، تمام؟ هنبدا بقى واحده واحده كده ونيجي من عند حرده الرقبه وناخد من الكتف بتاعنا 3 سنتي بالظبط. هو 6 سنتي هناخد نصه، هناخد نص الكتف معانا عشان نوسع حردة الرقبة وكمان نطولها فهنبدأ نطولها. هتبقى بدل 4 سنتي هتبقى 1.5 سنتي، كمان عايزين نزود عليهم هتبقى 5.5 سنتي، تمام؟ طيب وبعدين هنبدأ ننزل بقى كده واحدة واحدة لحد 5.5 سنتي بتوعنا الجداد دول. هبدا انزل لحد المسافه دي اهي زي ما انت شايفه كده، تمام؟ وبعدين هبدا اعمل كده بقى ايه النص كب او الجزئيه بتاعت النص كب بتاعتنا. انا عملتها مرتين ليه؟ لان انا مش عايزاها تبقى كب قوي، تمام؟ انا عايزاها تبقى بس مرسومه. طيب وبعدين هنبدا نشوف بقى الخلف هنعمله ازاي يا مريم. لا الخلف هيبقى حرده الرقبه بتاعته زي حرده الرقبه العاديه خالص من ورا، مش اي تعديل خالص الخلف. طيب وبعدين ازاي بقى هنخليه يبقى نازل كده قماشه ومفيهاش اي حاجه؟ هنبدا نجيب الكتف بتاعنا، مش هنجيبه بخط مستقيم كده ايه زي ما هو متعود، لا هنجيبه كده تمام. وهنبدا نعمل خط هنا كده وهنبدا نعمل خط تحت بباقي التصميم بتاعنا، تمام؟ يعني باقي التصميم بتاعنا كمان هنبدا نعمله خط. ثانيه واحده ننزل بس التصميم ده على الاخر، تمام؟ وهنبدا ان احنا مش هنتجسم بقى هنا ولا وسط ولا الكلام ده، احنا هنقص ده كله زي بعضه، تمام؟ هنشوف ازاي. بس قبل ما نشوف الوسط ده كله زي بعضه هنشوف بس حردة الابط بتاعتنا الدراع هيطلع منين بالظبط. فالدراع بتاعنا هيبقى نهايته هنا، نهايه الدراع بتاعنا هنا عشان بس نبقى عارفين احنا هنقفل انهي جزئيه بتاعت الدراع فين اهي، بتاعت الدراع اهي، تمام؟ زي ما اتعودنا طبعا بنجيب الدبوس دوت ونبدا ان احنا نعمل بيه ايه العلامات بتاعتنا الجديده. وهنبدا نيجي بقى واحده واحده نعمل حرده الرقبه الخلفيه الاول، تمام؟ بعدين نروح نازلين كده بقى واخدين الجزئيه دي اهي، شايفه ازاي؟ وبعدين نروح ماخدين بقى ايه نفصل الاماميه عن الخلفيه، نفصلهم عن بعض. وبعدين ناخد بقى الشكل الجديد بتاعنا اللي هي حردة رقبة، حردة الكب بتاعتنا اهي، تمام؟ الواسعة وسعناها ازيد من اللي احنا عايزين، تمام؟ وده الشكل بتاع الجلابية بتاعتنا. طبعا لسه ما خلصتش، بصي بقى هنيجي كده واحدة واحدة هنبدا نقفل بقى هنا كده الكتاف على بعضها. ثانيه واحده وهنا الباقي ده كم، الباقي ده كم، تمام؟ طبعا احنا مش هنقسم الكم بس على الاقل هنقسم الوسط والحاجات الموجوده في النص دي. فهنبدا ان احنا نقسمهم زي ما هنقسمهم اتجاه الناحيه التانية، هنقسمهم من الناحيه دي
هنبدأ نيجي كده من بعد الكم. ثانية واحدة بس نحدد الكم بتاعنا الأول اهو الكم يا جماعة. بعد الكم كده هنبدأ نجسم عشان نحط الدبيس بتاعتنا او الدباسة او نخيطه يبقى متخيط في وضعية معينة. تمام، وهيتخيط في الوضعية دي بحيث ان هو يتجسم، بس مش هنقص القماش الزيادة ده، القماش الزيادة ده زي ما موجود في الصورة بالظبط. تمام، طيب بعدين هنعمل ايه تاني بقى؟ هنجيب الجزئية الأمامية اللي انت شايفاها دي، هنجيبها، هنجيب الكلفة بتاعتنا دي وهنستخدم، شوفي انت عايزة تستخدمي اي لون منها، انا هختار طبعا الاخضر، فانا هختار الاخضر، هجيب الاخضر بتاعي ده كده وهاجي كده من هنا وهبدأ افردها كده ثانية واحدة، وهبتدي احدد جزئية الكلفة دي ثانية واحدة فيها. بص بقى، هبتدي احدد الجزئية بتاعت الكلفة دي هنا كده بنفس الشكل ده. تمام، ازاي يعني يا مريم؟ هقولك ازاي. يعني احنا عايزين نبقى نعمل لها تربيع من الكلفة تبقى مرسومة بيها، هبدأ ان انا او ممكن ان انا اخليها تدبس فيها وخلاص، بلاش ان انا اعلمها. تمام، واخليها تدبس فيها وخلاص بحيث ان انا اقصها وخلاص كده، ايه مش محتاجة حاجة تانية. هبدأ اقص بقى واحدة واحدة، انا عايزة لحد هنا بس. تمام، وبعدين هنيجي من تحت بقى، نيجي من تحت بقى ونروح قلبين كده من تانيين كده الورقة بتاعتنا كده ونشوف نهايتها فين. وصلت معايا؟ فهي وصلت لهنا نهايتها. تمام، المهم ان ديت المفروض بتبقى جزئين، فانا هبتدي اقص برضو الجزئية التانية. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي انا قصيت الكلفة اهي معايا، قصيتها بنفس الصورة نفس الشكل نفس كل حاجة، وهبدأ ان انا اوصلها. انا قصيتها على قطعتين بحيث ان هي لما اجي اقفلها كده ما تبقاش باينه لي ايه الجزئيه دي، فعشان اعرف بس اظبط الخطوط بتاعتها كويس قوي. فانا هبتدي بقى ادبس الاجزاء دي ببعضها لحظه واحده، ندبس الاول دي وبعدين ندبس الجزئيه الثانيه، وبعدين هنيجي لنفس ناحيه نفس الحته كده تاني نبدا ندبس. تمام، طبعا هنقفل بقى في النص هنا كده واحد مشترك بحيث انه يمسك ما بينهم. تمام، وبكده احنا عملنا الجزئية بتاعت الكب خارجية وفي نفس الوقت من الكلفة. هنيجي بقى من اول هنا لحد تحت، هنبدأ نفتح العباية بتاعتنا، بس مش هنفتحها فتحة كاملة، لا احنا كأنها اتفتحت من فوق. تمام، بس احنا هنفتحها من تحت بالفعل حد هنا كده، وكأننا فتحناها بحيث ان هي نحط فيها كلفة من الجنبين. تمام، ومن فوق تبقى نازلة بسيرفي صغير. هنبدأ نعمل كده فعلا، هنجيب الكلفة بتاعتنا ونختار نفس اللون وهنقسمه نصين. تمام، بنفس الشكل كده، ونجيب دي ونجيب دي لوحدها اهي. تمام، وهنبدأ بصوا من هنا لهنا كده لحد هنا كده طولها، فانا ده اللي انا عايزاه ان هي تبقى من هنا لهنا مثلا طولها. هبدا اجيب الدبيس بس بتاعتي وادبسها واركن بس الخلف ده على جنب، اني مش محتاجاه دلوقتي حاليا، احنا كل محتاجينه الامام عشان نعمل نفس الرسمه. هبدا ادبسها بنفس الشكل. تمام، هتيجي كده واحده واحده اهي في النص كده اهي. تمام، بنفس الصوره كده، وبعدين هنيجي من هنا كده وهنبدا ندبس كده. تمام، وبعدين هنوصل بقى لحد الجزئيه المفتوحه دي ونبدا نقصها، نبدا نقصها، نبدا نرفعها اكتر من كده زي ما موجود في الصوره، نبدا نرفعها اكتر من كده. تمام، وبعدين هنبدا بقى نحط باقي الباقي دي، نحطها هنا كده وهنرفعها طبعا زي ما انت شايفة في الصورة اهي، كل ده عشان نعملها نفس الصورة نفس كل حاجة وتبقى سهلة عليكي، يعني كل الشغل بتاعها عبارة عن كلفة اصلا. تمام، نجي واحدة واحدة بس من هنا ثانية واحدة،
طول بس هندبسها. تمام. طب دلوقتي انا دبست الجزئية التانية، هدبس التانية وهوريها لك. بصوا يا جماعة، دلوقتي ركبت الناحيتين اهم، بصوا نفس الصورة اهي، نفس الصورة مفيش اي فرق خالص. ولو عايزة تبتدي تركبي حزام من عند الوسط تمام. طيب دلوقتي بقى هنيجي عشان نجسم او نحط الخلف على الامام ونشوفهم اتعملوا ازاي. هي في الاخر خالص جلابية جميلة قوي، سهلة قوي. اول حاجة خالص هنقفلها الكتف او نص كتف الموجود معانا، وبعدها كم. تمام، نص كتف وبعدها كم، نبدأ نقفلها كده اهو. بعدين هنبدأ نقفل بقى من هنا كده، طبعا ده هنا كم، هقفل من هنا وبعدين اروح مجسمة بقى كده اهو. شايفة ازاي؟ شايفة ايه؟ بصي اتعملت ازاي بنفس الصورة. طيب بالنسبة بقى للجزئية دي عمالي بنعمل فيها ايه؟ دي بقى طبعا بتبتدي ان انت تعملي لها، يعني بتخليها تبقى ايه، عاملة ورورة كده، وتبتدي ان انت تحاولي تركبي لها زي حزام، فعشان تعمليها ايه نفس الصورة برضو مورورة. فدي بتتعمل برضو بطريقة سهلة قوي. هنبدأ بس نقفل الناحية التانية عشان اوريكم بالاخر خالص شكل الجلابية عامل ازاي. تمام، وهنبدأ برضو نقفل الكم من الناحية دي. انا بقفله بالطول عشان يجيلي مظبوط. ايه يا جماعة، الجلابية اتعملت بطريقة سهلة قوي قوي بسيطة. بصي اتعملت ازاي، بنفس الصورة بنفس الشكل بنفس كل حاجة. اهم حاجة بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. تفصيلة وخياطة جلابية حريمي بطريقة سهلة قوي قوي وبس من الصفر. اهم حاجة بس يا جماعة اللايك والتعليق والاشتراك. بصوا تفصيلة الجلابية دي لكل المقاسات، جلابية من يعني كم منه فيه، كمان الجلابية كلها سهلة اساسا اهي. شايفة اتعملت ازاي؟ بصي انا بحاول اوريهالك كلها على بعض اهي. بصي ادي الجلابية يا جماعة اهي، شايفة اتعملت ازاي بطريقة سهلة ونفس الصورة، مفيش اي فرق خالص ما بينها وبين الصورة. لايك جميل، تعليق اجمل، اشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. مع تحيات تعليم الخياطة ام مريم احمد.